بيبيز اند ويلكم باك تو ماي شانل. معكم مروه حبابي وهذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون على صيحات الموضه ديال ربيع الصيف 2019 ولا كما كنسميوهم الحوايج اللي تريندين يعني اللي دارجين في الموضه هاد الايام وخصوصا الصيف والربيع ديال 2019. فالا كان كيهمكم هذا النوع ديال الفيديوهات لا من ناحيه غادي نهضروا لا من ناحيه الالوان لا من ناحيه القصات لا من ناحيه الاثواب هادشي كامل غادي تعرفوه اليوم غادي تعرفوه عليه معايا انا. فالا كان كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات كملوا الفيديو حتى الاخر. الا ما كانش كيعجبكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ويا ليتس ستارت. اول بياس غادي نهضروا عليها هي ذيس جاكيت. اوكي بروبابلي اغلبيه فيكم غيكونوا ديجا شافوا هاد الجاكيت. الا ما كانش عند جدهم غادي تكون عند باباهم. الا ما كانش عند باباهم كتشوفها عند الخداره ولا عند الناس اللي كيبيعوا في السوق. انا بعدا ديما كنت كنشوفها كنلبسها سواء المهم التاكسيات ولا الناس اللي خدامين في السوق. وما عمرني عرفت زعما واش هي سو ستايلش وحتى قريت الموضه وتعمقت في الموضه then I know بلي it's very popular والستايل ديالها فريمون قديم بزاف بزاف I love it. I remember بلي ماما عندها واحد التصويره هي وبابا لابسين هذه. So yeah this jacket is trend now ورجعت في الموضه. خصوصا انكم خصكم تعرفوا الالوان اللي خرجوا هما هذو اللي كتشوفوا هنايا يعني كل ما هو بوم الوان مشعشعه. وانا باي ذا واي I love this pink. فيا عجبتني شفتها I really love it to be honest. غزالة. The only problem about this jacket انها كبيرة عليا وما قدرتش نرجعها حيتاش اصلا ما عندهمش بزاف. كانت هذه هي الجاكيت الوحيدة اللي عندهم كنت كنقول نرجعها ما نرجعها then I said it's okay. المهم فريمون زوينة بزاف بزاف فريمون زوينة واخا كيما قلت لكم كبيرة. That's so stylish by the way. Déjà تصورت بها واحد الفوتو سوغ انستغرام فريمون غزاله. الالوان ديالها زوينه ومريحه نهار ما كتعرفيش اشنو كتلبسي لبسيها وصافي حلت لك المساله. هذه اي ثينك شريتها من توب مان شوب. اي دونت ثينك سو والله ما عقلت. اي ثينك توب مان ليتس سي توب شوب. اي ثينك خديتها من توب شوب. باي ذا واي توب شوب دو طون زون طون كيديرو لي زارتيكل لي كيكونو مصايبينهم دي ديزاينر يعني ماشي هما ماشي لا مارك زعما ديال توب شوب. و دايوغ ماشي هادي غير توب شوب كيديرو بزاف ديال لي مارك و بزاف ديال البراند كيديرو هاد القضية. و باش كتعرفوها بلي تيكي لي كيكون هنا و بلي مكيكونش دوك لي زيتيكيت اللي كيكونوا مسقين هنا ماشي ديالهم هما بلوتو ديال لي ديزاينر وكيكونوا ديما عازلينهم في واحد لابارتي ديما. ولا بليبار دو طون هاد الحوايج كيكونوا بلو شيغ على الحوايج الاخرين. فيا اي لاف ات. قولوا لي شنو الراي ديالكم فيها. وبما انه باقي عندنا شويه ديال البرد غادي ما نخرجكمش بعيد بزاف غادي نوريكم هذا اللي كيجي تريكو ديال الصوف و لونو. او ماي جاد لونو واعر البنات. اي وحده كانت عندها ديجا هاد الالوان مخبيه في البلاكار ونساتهم فغي يجبدوهم باسكو هادو هما اللي رجعوا في لاموند. سواء اويا ذيس از ميز جيم سواء كانوا بالخضر ولا الغوز المهم كاع الكولرز اللي كيتخيلوا على بالكم مشاشعين فهم اللي رجعوا. اي لاف ذيس وان صراحه ملي شفتو قلت او ماي جاد اكيد غادي نشريه حتى ما كنتش عارفه واش السايز ديالي ماشي السايز ديالي. فيري سيمبل. والحاجه اللي عجبتني فيه انهم مجمعين جوج ديال الحوايج اللي دارجين في الموضه في واحد لارتيك اللي هي الحيوانات وداكشي والكولور اللي هو الخضر. باسكو خصكم تعرفوا ان هذا العام يعني في هذا الصيف والربيع خرجوا الوان مشعشعه وفي نفس الوقت خرجوا كل ما هو عنده علاقه بالحيوانات بحال هذا التيشيرت اللي دابا انا لابسه. هذا ديال بولاند بير ماشي يلاه شريته تقريبا شي 1 مانث هذه شريته. المهم حتى هادو خرجوا سواء كان حنش ولا شنو سميتو ولا يعني زعما كاع الموتيف ولا داك اللي عندهم علاقه بالحيوانات. يا فيا هذا عجبني بزاف amazing to be. I think شريته من next I don't remember sorry guys. شوفوا راه ما حاطينش الاسماء ديال هذا so الا ما ذكرتش لكم فين خديتهم ف doesn't mean انني ما بغيتش but انا دائما كنمشي نشري من لي مارك وكنشري دوك لي زارتيك اللي غالبا كيكونوا ماشي ديال لا مارك فهمتوا ديال لي ديزاينر. هكا كتحسي براسك يونيك وعندك يور ستايل وحيتاش هاد لي زارتيك لا بلوبار دو طون ما كيكونوش. شوفوا باي ذا واي ام سو سوري غتسمعوا ستاب بس ذيس از ميزكين وات كان اي دو. قلت لكم هاد لا بلوبار ديال لي زارتيك كيكونوا قلال يعني ما كيكونوش كثار يعني كيكونوا دي بياس اللي معدودين على راس الاصابع. فيا هكا كيجي شويه قصير
Mais vraiment, I love it. Like, I love it! وسخيخن. زوين بزاف. So what do you think, guys? وغنبقاو في إطار حوايج ديال البرد ولا ديال الصوف. وغادي نوريكم هاد لابيس اللي very simple. ما فيهاش حاجة صراحة special. الشيء الوحيد اللي special فيها هو اللون ديالها. وصراحة ما عرفتش علاش الكاميرا ظالمة الكولور ديال هاد ولا هذا لا الاخر كيبانو في رياليتي زوينين كتر فريمون ومشاشعين فيا فيري سيمبل عادي جدا ودايو هاد لي جونغ ديال لي تريكو هما تريندي بزاف 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 لي فريمون سامبل سواء كانوا طوال ولا قصار هذا ما طويل الصراحه بزاف وتقدروا تلقاوه في بريمار تقدروا تلقاوه في اشان ام تقدروا تلقاوه في كاع لي مارك دي ديفيرون بري مثلا غتلقاوه بريمار 10 باوند ولا 10 اورو في بلاصه اخرى 20 اورو فعلى حساب على حسب البلاصه ودايوغ سي لا ميم شوز نوت ا بيج ديفيرنس وخرجوا خصوصا في هذا الغوز وخرجوا في الاخضر وخرجوا في اورنج حسب اورنج اي لاف اورنج باي ذا واي اي ثينك غادي نمشي ناخذ انا اورنج طريقه لبسو كيجي عادي جدا انا ما عرفتش بريفير توجور ندير الكمام هكا الا كانت شي حاجه جوزف غير دو بريفيرونس البنات البنات اللي عندهم الكرش ولا كتبان فريمون تو ماتش جو بريفير انكم تبيضوا دائما على شي حاجه اللي دايره بحال هكذا باسكو فريمون كتبين العيب ديال لا طاي ديالكم سينو تقدروا الى وزانسيست على انكم تلبسوا شي حاجه بحال هكا با غاف غير حطوا فوق منها شي حاجه من الفوق سواء جيلي ولا جاكيت ولا وايفر باش ما تبينش لكم العيب ديال لا طاي ديالكم فيا وات دو يو ثينك فيا وات دو يو ثينك شويه على الالوان المشعشعه ومشي لكم لديزارتيك اللي شويه موانشير اللي تقدر اي بنت تشريهم اللي خديتهم من ابري مارك اللي هما هاد تو بينك علاش جمعتهم لكم بجوج ات ذا سيم تايمز باسكو قريبين مع بعضياتهم بزاف بزاف الا كتلاحظوا هذا كنت خديته ب 12 باوند وهذا خديته ب 12 باوند حتى هو لا ميم شوز هذا فيه الالوان اميزين اي لاف ذيم وفكرني في واحد لي تريكو اللي كيتباعوا عندنا في الاسواق المغربيه الشعبيه وكان حماق على هذوك لي تريكو دايو غادي نشريه السون حيت واحد صديق ديالي سميتو محسن اوكي دخلوا عندو الانستغرام هي سو ستايلش فروم كازابلانكا لبسو ديرنييرمون عاد شهني فيه لايك او ماي جاد اتس بين لونغ تايم كنقول ماما كيعجبوني وكتبقى تضحك عليا خواتاتي مي يا هاد الورد اللي في هذاك التريكو راه رجع ستايل جايز يس باش تعرفوا راه الموضه عندنا في المغرب راه من زمان ماشي يلاه خرجت سو هذا فيري سيمبل صراحه ولكن رجعنا اوسي لهذا الاولد سكول ستايل اللي فيه صديفات القدام اللي هكا كروا اكسيتيرا و تو فريمون خفيف 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 تقدري تلبسيه البحر تقدري تخرجي به بالليل في الصيف ولا في الربيع ولا فريمون غزال وخفيف هذا اللي عجبني فيه اول حاجه هما هاد الكتيفات اللي فيه هنا الديتيلز وخصكم تعرفوا ان الكتيفات رجعوا يا الكتيفات اللي هكا قطعوا على هذوك ما عرفتش كنسميوهم بالضبط ولكن بحال الجاكيت اللي دايرين بحال هكا بزاف بحال لي زيبول تقريبا ماشي لي زيبول مي شويه هكا عامري راه رجعوا في ستايل تا هما ما عنديش شي حاجه هنايا خديتها اللي فريمون باينين فيها حيت مازال ما لقيتش شي حاجه اللي قنعتني وعجبتني قلت حتى نمشي نشوف زعما دوطخ شوب بس هذا فيه شويه دوك لي بلي اللي من هنايا وحتى هو تريندي وحتى الكولورز ديالو زوين وما عندوش اختلاف كبير ما بينهم من هذاك من غير الكولور واشياء بسيطه فريمون هذا مريح بزاف بزاف يقدر يجي حتى مع البنات اللي كيديروا الحجاب غيزهم غزال عرفتي بعض المرات كنقول بلي البنات اللي كيديروا الحجاب كيجيو معاهم دي زارتيكل احسن من البنات اللي ما كيديروش الحجاب ديز ماي اوبينيون في نظركم واش ام رايت ولا لا ولا ام رونغ كتبوا لي انا خديتها وحمقاتني اللي ما غالياش وسامبل والله ما عقلت على لو بري ديالها يا ذيس وان اتس ماي فافوريت وان خصكم تعرفوا انا حتى ساتان نرجع سي فغي لا كولور ديالها ماشي من لي كولور اللي دارجين بزاف اللي ماشي تريندي ولكن التوب ديالها واعر 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 بزاف تقدروا تلبسوها مع جوب تقدروا تلبسوها مع جينز تقدروا تلبسوها في النهار بالليل العشاء
جونغ باقلو روماتيك دينر ولا اي حاجه فريمون زوينه سامبل مي فريمون انيقه. فوالا هذا هو لو تيرم اللي كنقلب عليه انيقه ديال بصح. شوفوا شوفوا الديتيلز باي ذا واي شوفوا غزاله خرج ساتان خرجته بالحريري واشياء اللي بحال هكا كتلمع وفيه حتى شويه ديال الكتيفات اللي دابا دايره حتى هما بالموضه والقصه ديالها غزالي. شوفوا هاد الديفرنس ما بين التحت والفوق عاتي فريمون زوينه بهاد التاتش اللي عطينها في صديفه ذهبيه وسي هاد الشديده فريمون حمقاه. شويه من التوبس و لهو ونشوفو شويه لتحت. خديت هاد الجوب لافيت هاد لاجوب شفتها قلت الاسماء او ماي جاد اي لاف ات. انا عادة صراحة بكل صراحة مكنخدش هاد لي جونغ ديال لي جوب لي تيكونو لاصقين لا بلوبار دو طون كنلبس شي حاجة لي واسعة وعريضة مكيعجبنيش داكشي لي لاصق بزاف بات ذيس وان اي فاوند لاف زوينة بزاف دايرة بحال حرية البحر راكم من تحت جات هكذا من مارك سبنسر فريمون غزاله غزاله لايك سيمبل بس زوينه وسي التوب ديالها قاصح. قطعة اخرى اللي اختاروها معايا تقريبا اختاروها معايا سبسكرايبرز ديال الشانيل الاخرى ديالنا دايوغ اللي ما عرفش لاشين ديالي الاخرى يمشي لصندوق الوصف غادي يلقى لوليان ديالها. هادي هي هاد لاغوب غزالة سيغتو بالنسبة للربيع لافيت اولد سكول ستايل وفي نفس الوقت شعر فلاورز ديال اللاف. انا كنحمقوني باي ذا واي الورود والطريقة ديال القصات ديالها والديتيلز كتفكرني في ستايل قديم بزاف مي فريمون زوينه الله بيت. حتى هاد لي بلي فيها في اللور جادور بيان سور كتجي طويله حتى اللور فريمون غزاله وخفيفه خفيفه لايك او ماي جاد خفيفه لواحد الدرجه ما كتصورش فرانشمون خفيفه ومريحه ديال بصح تقدر تجي مع صندال مع صبيبات مع لي طالون. شنو رايكم اخي كيجي هاد التريكو اللي هو تقريبا ماشي تقريبا في اللون بحال هذاك اللي وريتكم في الاول ولكن توب كومبليتلي ديفرنت فريمون parmi les tissus اللي خرجوا هاد العام. شوفوا كيفاش كي كنحاول نحركو بحال هكا باش تشوفوا what I'm talking about simple توب رطيب غزال. هذا ماشي ضروري تلبسوه غير في البرد تقدر تلبسوه حتى في الصيف باسكو فرانشمون شفاف وموري. That's it or that's enough. صراحة عييت باقي عندي بزاف ديال لي زارتيكل باقي عندي لي غوب باقي عندي سراول باقي عندي بلان تخوك بات عييت بروميس ان شاء الله نيكست فيديو ندير لكم داكشي اللي بغيتو. ما تنساوش تعطوني اقتراحاتكم في الكومنت ولا صيفطوا عليا في انستغرام واش بغيو تشوفوا دي لوك بوك المهم كاع الافكار اللي عندكم وكاع الحوايج اللي تبغيو تشوفوهم من هنا الفيوتشر فاكتبوا عليا في الكومنت. نتمنى انكم استمتعتوا شويه من الفيديو ولا تعلمتوا شويه وعرفتوا اشنو هما تريندين ديال هاد Spring Summer 2019. Oh, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. ونشوفكم في فيديو إن شاء الله جديد. Bye.